لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، خير من صلى لله وصام، وخير من قام بالليل يناجي ربه والناس نيام، وخير من عبد الله تعالى حتى تورمت قدماه. صلى عليه الله من فوق سبع سماواته، وصلت عليه الملائكة، وأمرنا تعالى أن نكثر من الصلاة ومن السلام عليه في كل وقت وحين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا تحد ولا تعد ولا ترد ولا يعلم فضلها أحد. يا رازق الطير في أوكارها والدود في صم الصخور ومن جحد، فرج اللهم عنا الكرب الذي حل بنا، يا من صفاته بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والرضا عن ساداتنا ذوي القدر الجلي الأكابر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيت النبي، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن بناته الطيبات الطاهرات، وعن صحابته كلهم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم، وعنا معهم برحمتك يا كريم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف أن عابدا من عباد بني إسرائيل جعل الله له كرامة ميزه بها عن غيره من سائر الأولياء، فقد سخر الله له في السماء سحابة تظلله من حر الشمس كلما سار مشت فوقه، وحدث لهذا العابد فتور فارتكب بعض المعاصي والآثام، فرفع الله عنه السحابة فتاب وأناب واستغفر لله من ذنبه، وظل يتعبد ويتبتل رجاء أن يتوب الله تعالى عليه، وسأله تعالى أن يعيد عليه السحابة كعلامة على قبول التوبة. وفي بعض الليالي نام فسمع هاتفا في منامه يقول: اذهب إلى قرية كذا واسأل فيها عن فلان، واطلب منه أن يدعو الله لك ليرد عليك السحابة. فذهب إلى هذه البلدة وسأل عن فلان هذا، فقيل: إنه ملك البلاد. ودله الناس على قصره، فوجد على أبوابه الحراس، فسألهم أين هو، وطلب منهم أن يأذنوا له بالدخول عليه، فقالوا: إن الملك لا يخرج إلا مرة كل سبعة أيام، فانتظر حتى يأتي الميعاد. فقال العابد في نفسه: كيف يكون ملكا ويحتجب عن رعاياه، وهذا الذي أخبرت في منامي أنه سيسأل الله لي أن يرد علي سحابتي؟ ودخل مسجدا ظل يتعبد فيه وينام، إلى أن جاء الموعد، فذهب إلى قصر الملك فرأى خلائق كثر، وقف معهم والحراس
يدخلون أصحاب الحوائج والمظالم على الملك أفواجا تلو أفواج. ودخل من جملة الناس فما أن رآه الملك واقفا بين يديه مع الخلائق حتى ابتسم له وقال مرحبا بصاحب السحابة، تعال ها هنا حتى أفرغ من رد المظالم وأنتبه إليك. فلما فرغ الملك من المظالم وقضاء حوائج الناس أخذ العابد من يده وانطلق به في دهليز في القصر، ومن القصر خرج على كوخ قديم، فخلع الملك ثياب المملكة وارتدى ثيابا قديمة من صوف، ونادى على امرأة زاهدة بدا على وجهها الخشوع كأنها شن بالي، فقال يا فلانة أتعرفين من معي الآن؟ قالت مرحبا بصاحب السحابة، أليس معك صاحب السحابة؟ فتعجب العابد وقال للملك ما شأنكم وكيف عرفتم بأمري؟ فقال الملك له أنا رجل من سلالة ملوك صالحين وسلاطين أبرار، رغب الله إلي في الزهد في الدنيا وأخرجها من قلبي، فلما مات أبي عزم الناس علي أن أكون مكانه، فتحيرت إن أبيت أن أكون ملكا عليهم ربما تصير في البلاد فوضى ويطمع الأعداء فيها وفي خيرها، وإن بقيت ملكا عليهم لا آمن على نفس الفتنة. فاصطنعت لنفسي هذا الكوخ أعيش فيه وأتقوت أنا وامرأتي هذه وهي ابنة عمي، وقد زهدها الله في الدنيا مثلي، أقتات من عمل الخوص أنا وهي، ولا نأكل إلا من عمل أيدينا من الحلال، وأخرج على الناس مرة كل 7 أيام أدير شؤون المملكة وأقضي حوائج الناس وأفصل في المنازعات والمظالم، واتخذت لنفسي نائبا يدبر الأمر نيابة عني في أوقات غيابي. وبقي العابد معهم إلى أن جاء الليل، فقام الملك وامرأته وراءه يصلي ويدعو قائلا إلهي وسيدي ومولاي، قد دللت عبدك هذا علي وقد جاء تائبا نادما مستغفرا، فلا تخيب رجاءه وتب عليه توبة نصوحا ورد عليه السحابة. فما أن أنهى دعاءه حتى ظهرت السحابة في السماء، فقال الملك للعابد أبشر فهذه دلائل قبول الله لك وفرج الله تعالى عليك. ترى أيها الإخوة الأحباب كم من الأولياء والصالحين والعارفين بالله تعالى يعيشون بيننا وهم أخفياء لا نعرف أنهم من كبار الأولياء، وربما لو رفع أحدهم إلى الله حاجبه لقضيت حاجته. ربما يكون من كبار الأولياء جارك في السكن أو زميلك في العمل أو رئيسك في المصلحة أو من تركب معه وسائل المواصلات أو البائعة التي تبيع لك الخبز والخضروات أو غير ذلك من سائر الأصناف والمهن. أخفى الله تبارك وتعالى الكثير والكثير رحمة بنا، فأخفى الله تعالى عنا ميعاد موتنا. ولعل البعض يقول ليتنا كنا نعرف متى نموت حتى نستعد للموت بالعمل الصالح ورد المظالم، خشية أن يفاجئنا الموت ونحن على معصية.
لكني أقول إن للإخفاء سرا عظيما، ومن سر الإخفاء أن يعظل الإنسان على حذر من مولاه ويرجو رضاه إلى أن يلقاه تبارك وتعالى. أخفى الله تعالى عنا ميعاد الموت لنكون على استعداد دائم له بالعمل الصالح والتقرب إلى الله والبعد عن الحرام، خشية أن يفاجئنا الموت ونحن على حال تغضب الله عز وجل. أخفى الله الأولياء والصالحين والعلماء والأبدال وجعلهم في غمار الناس ولم يميزهم بعلامة تخصهم، فليست اللحية ولا العمامة دليلا على الولاية، بل أقول إن كثرة الحديث في الدين من الخطباء والوعاظ والأئمة ليس بالضرورة أن تكون شرطا على ولايتهم لله أو قربهم منه. فقديما عاب القرآن الكريم على بعض أحبار اليهود، علموا العلم وعلموه الناس لكنهم لم يتأثروا بما في قلوبهم أو عقولهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وحكى لنا القرآن الكريم قصة رجل عابد صالح أعطاه الله الكثير من العلم لكنه لم يعمل به، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أخفى الله الأولياء بين العباد لنحترم الجميع ولا نسيء إلى أحد من الناس، فربما من أسأت إليه بكلمة أو أهنته بموقف فعلته معه كان وليا من أولياء الله، وحينها حق عليك العذاب، تحقيقا لقول الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلعل الذي أسأته وظلمته وأغضبته دون وجه حق هو واحد من الأولياء، فتكون قد أغضبت الله، لذا ينبغي أن نحترم جميع العباد. ولا يسخر أحد من أحد أو يتعالى شخص على غيره. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فقد يكون خادم المسجد خيرا من إمامه، وقد يكون عامل النظافة خيرا ممن يجمع قمامتهم، والعلم عند الله. لذا قال سيدي أبو الحسن الشاذلي: لا تتخذ من المؤمنين عدوا ولا من الكافرين وليا. ويقول شيخنا الخطيب رحمه الله ورضي عنه: ولا ترى أقل منك أحدا حتى تموت مؤمنا موحدا. حتى أهل المعاصي والفسوق ربما تاب الله عليهم ونقلهم من المعصية إلى الولاية. يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من عبادة أورثت عزا واستكبارا. مر الإمام مالك بن دينار على رجل في الطريق ملقى وهو سكران مخمور يقول: الله 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 الله. فعز على الإمام مالك أن يخرج لفظ الجلالة من فم مخمور، فأتى بماء وطهر فمه وطيبه ونظفه، ولما عاد إلى بيته ونام
سمع في منامه هاتفا يقول يا مالك طهرت فمه من أجلنا لنطهرن قلبه من أجلك. فلما قام من نومه وذهب لصلاة الفجر وجد هذا الرجل قائما بين يدي الله يصلي ويناجي مولاه: إلهي وسيدي ومولاي، أنا تائب عائد إلى جنابك، فلا تطردني عن رحابك. فنظر إليه مالك بن دينار متعجبا عمن أوصله وكيف وصل إلى هذه الدرجة. فلما سلم الرجل نظر إليه وقال: يا مالك، من أخبرك بحالي هو من قبل دعائي. يا مالك، من أخبرك بحالي هو من قبل دعائي. دخل بعض اللصوص ذات يوم على السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من الزاهدين، فما رأى اللصوص في بيتها شيئا يستحق أن يأخذوه. ولما هموا بالانصراف نادت عليهم: أيها الرجال، ألم تجدوا في بيتي شيئا من الدنيا يصلح لكم؟ فهلا أخذتم من بيتي شيئا للآخرة؟ قالوا: وماذا نفعل أيتها المرأة؟ قالت: توضأوا وصلوا لله ركعتين، عسى الله أن يقبلها منكم. فاستحيا اللصوص من المرأة العجوز وقاموا لله يصلون، وهي تدعو لهم بقلب نقي ونفس شفافة أن يتوب الله عليهم. فكشف الله لها شيئا من حجب الغيب، فرأت أنوارا متدلية من السماء على رؤوسهم، فبكت وقالت: إلهي ومولاي، تاب هؤلاء إليك توا فقبلتهم، فماذا فعلت معي؟ فسمعت هاتفا يقول: يا رابعة، وهل قبلناهم إلا من أجلك ولأنهم جاءوا إلينا من بابك؟ في لمحة تكون الصلحة، ولا ترى أقل منك أحدا حتى تموت مؤمنا موحدا. أخفى الله تبارك وتعالى اسمه الأعظم بين سائر الأسماء الحسنى حتى ندعوه بأسمائه كلها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فبعضنا لو كان قد علم اسم الله الأعظم لدعا به ونسي سائر الأسماء، لكن الله أخفى اسمه الأعظم لنسأل الله باسمه الرحمن والرحيم واللطيف والقيوم والعزيز والعليم والجبار إلى غير ذلك من سائر الأسماء. طلب أحد التلاميذ من رجل صالح أن يعلمه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فقال له الولي الصالح: ادع الله بأسمائه كلها. والتلميذ يلح على الولي: علمني اسم الله الأعظم، أخبرني باسم الله الأعظم. وما كان من الشيخ إلا أن أحضر طبقا وغطاه بطبق وجعل على الكل منديلا، وقال للتلميذ: خذ هذا لفلان فادفعه إليه ولا تكشف ما فيه. وبينما التلميذ يحمل الأطباق في يده قالت له نفسه: ترى ماذا فيها وأي شيء وضعه الولي فيها؟ فنازعته نفسه إلى كشف السر، فرفع المنديل والغطاء فرأى فيها فأرا، قفز في وجهه فأصابه الفزع،
فسقط الطبق من يده وانكسر. وعاد التلميذ إلى شيخه فما أن رآه حتى قال: أسقط منك الطبق؟ قال: أجل. فقال له الولي: يا بني، إنك لست أمينا على فأر، فكيف تؤتمن على اسم الله الأعظم؟ إنك لست أمينا على فأر، فكيف تؤتمن على اسم الله الأعظم؟ أخفى الله اسمه الأعظم بين سائر الأسماء الحسنى لندعوه بها جميعا. وربما من قال بقلب طاهر صادق وبلسان صادق وقلب نقي ونفس منكسرة يا رب يا رب، يستجيب الله له ويحقق أمله. ذكر صاحب كتاب حياة الصحابة أن واحدا من أصحاب رسول الله كان يقال له أبو معلق، كان تاجرا. اعترضه لص ذات يوم في الطريق وسلب ماله وأراد قتله، فقال التاجر للص: دعني وشأني، إذ أخذت مالي فإن عندي عيالا في البيت صغارا. قال اللص: لا، بل سأقتلك حتى لا تخبر الناس بمكاني. فقال التاجر: فدعني أصلي لله ركعات قبل أن تقتلني. قال اللص مستكبرا: اصنع ما بدا لك فلن تغني عنك شيئا. وانظر إلى تلك العظام البالية، كلهم قد صلوا قبلك فما أغنت عنهم صلاتهم شيئا. فصلى أبو معلق ورفع يده بانكسار واضطرار قائلا: يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بنور وجهك الذي أضاء أركان عرشك وبقدرتك التي تقدر بها على جميع خلقك أن تغيثني من هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وما هي إلا لحظات حتى أتى فارس بسيف مضاء قتل اللص وأراد الانصراف، فأمسك به التاجر وقال: بالذي أنقذني بك، من تكون؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت الله بهذا الدعاء استأذنت ربي في أن أنصرك فأذن لي، وما دعا أحد بمثل ما دعوت به إلا استجاب الله دعاءه. أسأل الله أن يلطف بنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل أفضل صلاتك أبدا على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله وسلم تسليما كثيرا، وزده تشريفا وتكريما، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، والرضا عن ساداتنا ذوي القدر الجلي الأكابر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيت النبي، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة كلهم أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا كريم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أخفى الله تعالى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى نجتهد في العشر كلها، فضلا عن أن نجتهد في شهر رمضان. ومن المستقبح والمعيب أن نخص ليلة 27 بالقيام والتبتل والدعاء،
تاركين سائر الشهر بلا قيام ولا دعاء ولا عمل صالح، بل الأدب مع الله يلزمنا أن نعبد الله لذات الله، لا طمعا في جنته ولا خوفا من نيرانه. أفلو لم أخلق جنة ولا نارا أما استحققت أن أعبد؟ هكذا يعاتب الله خلقه في بعض الآثار المروية. أفلو لم أخلق جنة ولا نار أما استحققت أن أعبد؟ نحن ينبغي أن نعبد الله لذات الله طمعا لوجهه ورغبة في مرضاته لا لشيء آخر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويقول جل شأنه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أخفى الله ليلة القدر حتى نجتهد في شهر رمضان عامة وفي العشر الأواخر والوتر منها خاصة، فلو علم الناس تحديدا ميعاد ليلة القدر لربما قاموها وأهملوا سائر الليالي. لذا كان إخفاؤها رحمة من الله تعالى بنا. أخبرنا رسول الله في الحديث الذي رواه الإمام أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما معناه؟ أخبرت بليلة القدر أو رأيت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها فرأيت فلانا وفلانا يتلاحيان بينهما عراك وصراع فأنسيتها. ثم قال: فلعله خير لكم. إذن في الإخفاء خيرية وفي الإخفاء سر. أخفى الله عنا موعد الموت حتى لا نرهب الموت وحتى نستمتع بالحياة، وأن نكون دائما وأبدا على استعداد لملاقاة الله. أخفى الله الأولياء بين العباد لنحترم الجميع ونعامل الكل بأدب جم. أخفى الله اسمه الأعظم بين سائر الأسماء الحسنى حتى ندعوه بها جميعا ولا ننسى اسما دون اسم. وأخفى ليلة القدر عن سائر الشهر لنجتهد بالطاعة والعبادة في جميع الشهر عامة وفي العشر الأواخر منها خاصة، ولا نخص ليلة دون أخرى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلنكن دائما وأبدا مع الله وبالله ولله وفي الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان ملك الله في خدمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يستر علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الأعظم الكريم الأجل الأكبر الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تبلغ روح رسول الله منا السلام، وأن تبلغ أرواح آل بيته الطيبين منا التحية والإكرام، وأن تنزل رحمتك وبركتك على من بنى هذا المسجد وعلى كل من صلى فيه منذ أن بناه وإلى أن يدوم بإذن الله، ولكل من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا
واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم أحينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. واسترنا اللهم بسترك الجميل الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك. اللهم اجعل مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها وبلاد المسلمين في أمانك وضمانك يا حي يا قيوم، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأخم الصلاة.